لمهرجان مرجان الحساني بالداخلة والمصادقة على ميزانية 2024. ودازت جو عادي، أمال عن الديمقراطية هي هذه؟ كانوا نقاش من بين بعض المستشارين، اللي كان نقاش صراحة مرق شوية عن الصواب ومرق عن النظام وعن القانون الداخلي ديال الجماعة، ولكن كان محكم فيه، ما كانت شي حاجة اللي كانت كبيرة. من نوع عن أي مستشار يعرف شو اختصاص ديالو ويعرف عن الجماعة دوره، في الدورة هو يجيب أفكار لو كانوا ناقشوا، وفي التالي المجلس هو اللي يصادق والرئيس ينفذ قرارات المجلس، ما يحتاج شد وزجر اللي يطرح أفكار. احنا كننفذ قرارات المجلس، ينطرح للتصويت ويتم نقاش، وفي الأخير قرارات المجلس اللي تنفذ. شكرا. يا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يعني كنا في دورة عادية كتمحور على جوج نقاط أساسية. النقطة الأولى يعني حول دعم الجمعيات، فهمتي، واحد الجمعية ديال التراث الحساني، وحنا كمعارضة ما كانش عندنا مانع. الدورة النقطة الثانية كتمحور على مشروع الميزانية. إذا هنا كنطالقوا كنرجعوا للخطاب الملكي ديال خطاب العرش اللي تكلم على الجدية، واللي يتكلم على عدة يعني مفهوم ديال الجدية 10 مرات. إذا بالتالي كنلاحظوا الغياب الجدية رغم عن الخطب الملكية، ولكن هو الناس ما كيتبعلوش مع الخطب الملكية. إذا بالتالي طلبنا من السيد الرئيس يعني لائحة العرضيين، يعني فهمت، في هذا الإطار ما استجبش. طلبنا منه موظفين مؤقتين، ما استجبش. إذا يعني تفاجئوا ملي السيد الرئيس دار واحد الصفقة ديال الوقود خصص لها 70 مليون، 2021 خصص لها 55، 2022 65، يعني 2023 حتى هي 65، إلى 2024 70 مليون. وتفاجئنا يعني كاين مذكرة وزارة الداخلية كتقول في ديال الإسعار يعني ارتفاع الوقود كذا، إذا عدم يعني تماشي مع الذكرى. هنا كنتسائلوا على السلطة المحلية، يعني أنا الرقابة كتمحور على عدة، يعني الرقابة كاينة جوج، يعني كاينة الرقابة القبلية اللي كيمارسها السيد الوالي، وكاين الرقابة البعدية اللي كتجلى في المفتشية العامة ديال المالية، وكتجلى في المفتشية ديال الجهوية المجلس الجهوي الحساب، وحتى المفتشية ديال وزارة الداخلية. كنطلبوا المجلس الجهوي الحساب يعني يتدخل عليهم بالنسبة ديال صفقة المازوت، وبالنسبة حتى يعني لأن الحجة ديال السيد الرئيس كان كيقول على أن مستوى ديال البيردة كان زحف الرمال وكاين الأزمان. إذا كان لاحظنا مؤخرا على مستوى البيردة زحف الرمال كان يا صاحبي واحد الطريقة خطيرة، ورغم أن برمجة السيد الرئيس لواحد الآلية قدرها مبلغ ديال 8 ديال مليون ديال الدرهم، واللي في حدوث معناه أنها مشات لأحد أعضاء، يعني بالتالي هنا كان تنازع المصالح. كنطلبوا عام ثاني ولاية مستوى الولاية تدخل، يعني بالتالي من هذا المنبر كنطلب من السيد الرئيس يعني يعاود النظر في هذا باش تلامس الحاجيات ديال المواطنين والساكنة المعوزين. يعني بالتالي هنا كنطلب من السيد الرئيس، وطلب عام ثاني السيد الوالي عدم يعني التأشير على ميزانية ديال الجامعات المحلية 2024. وشكرا، وكنشكروا الإعلام. بالنسبه لقضيه النقاش، يعني النقاش هنا كان صراحه واحد المحاباه، يعني اذا بالتالي لا يعقل ان كاتب المجلس دوره هو شنو. كاتب المجلس دوره هو يعني دور المجلس هو مسؤوليته عن النقط اللي كيتكلموا عن الاعضاء من خلال كيكتبها. اذا كان لاحظوا ان كاتب المجلس هو اللي كيسير المجلس، اذا كاين واحد الفوضى، الرئيس ما عطيش واحد الاهميه يعني المنصب ديالو. اذا بالتالي وكاين واحد المحاباه صراحه، محاباه كنا ساكتين عليها الزمن الفايت باش نتكلموا بواحد اللغه عاميه، فكنا نقطوا ملاحظاتنا. الا ذا الزمن كان يعني واحد المحاباه التداني. احنا كمعارضه كنطلبوا من السيد الرئيس ان يلتزم بالحوار، وبالتالي من حقنا نحطوا اسئله، لان الاسئله كتكون محرجه صراحه. واحد النقطة مولي بالنسبة لسيارة الرئيس وسيارة العضو اللي كان نقاش معه، لا يعقل ان سيارات مثلا الدبول فيها، يعني سيارة جماعة خاص يدير ترقيم جماعة. وهنا كنطلبوا السيد الوالي يتدخل في الموضوع. وشكرا، بارك الله فيكم.